العين. باستوس يتراجع يمرر سعيد الكفيري، محاولة عيناوية خطيرة، جول، هي جول، الله ليميون ينجح في التسجيل للفرقة العيناوية، والزعيم يتقدم بأول الأهداف. الزعيم يسجل أولا، أول بطل لكأس الخليج العربي يسجل أول أهدافه، وعن طريق اللاعب الكوري ليميون. خطأ من المدافعين في الإبعاد، سعيد الكفيري قدم العمل الجماعي النموذجي في اللقطة الماضية، واستطاع أن يستغل خطأ وهفوة المدافع مانع اللي قدمها هدية، وسعيد يقدمها هدية، وليميون يستغل الهدايا، والعيناوي واحد. العيناوي كرة خطيرة لمصلحة الشباب، محاولة زرد بالتبر، الله الله الله، جول! الجوارح عادوا، الأخضر سجل التعادل من هجمة حلوة وجميلة كللت بالنجاح. افرح يا كايو جونيور، فالأخضر عاد، ويا لها من عودة موفقة. شوف المهارة الفردية، لاحظ في الانويفا بديل الشوط الثاني، راوغ وعدة وقدم كرة لجو براسه، والشباب يرافع راسه بهدف جميل. الله 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 الله، هذه لعبة حلوة هيئت من جانب فيلانويفا إلى البرازيلي جو اللي بالف. كرة لمصلحة نادي الشباب في الجهة اليمنى، البديل الذي يستقبلها محمد جمعة، تمريرة ممتازة، لعبة خطيرة، الله! الجوارح يقلب الطاولة عن طريق جو بالراس، أيضا جو بضربتين بالراس يقلب الطاولة على العين ويسجل هدفين، والشباب يبتسم مرة أخرى. الجوارح تقاتل بشراسة، هذا هو الشباب الذي يسعد الأحباب. ضربة رأسية أولى من جو سجل الهدف الأول، وضربة رأسية ثانية من جو يسجل الهدف الثاني، والبرازيلي الذي يريد العودة